السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبيب بيطري إبراهيم ممدوح القماش. النهاردة أنا بكلمكم عن استفسار جالي من أحد المربين، عنده بقرة مع حلاب بتجيب لبن كويس، اتأخرت في العشر فترة كبيرة، ممكن وصلت لحد 10 شهور، والبقرة ما عشرتش، وهو كان استفساره إن كمية اللبن قلت. طبعا والسؤال ده برضو بيتكرر معانا من المربين اللي بيربوا جاموس، وحتى انا بلاحظ حاجة في بعض المربين بيجيب جاموس حلاب بيجيب لبن كويس، يقعد يحلب فيها يحلب فيها ومش بيهتم بالعشر بتاعها، واول ما كمية اللبن تقل بيروح يبيعها، حتى ممكن يبيعها في اللحم. انا يا جماعة النهاردة يعني بصراحة خططت ان انا، لا اول ما شفت السؤال ده من المربي فقلت لا لازم نطلع حلقة معاكم النهاردة ونوضح لكم بعض الامور. هو طبيعي البقرة اول ما بتولد او حتى الجاموسة بيبدأ طبيعي ان اللبن يقعد يزيد بتاعها تدريجيا لحد ما نوصل ل 45 ل 60 يوم، يوصل لاعلى حاجة، اعلى حاجة في اعلى معدل انتاج للبن، ويبدأ بعد كده تستمر البقرة في الانتاج لحد بعد كده يبدأ معدل انتاج اللبن يقل لو البقرة ما عشرتش. انا عايز اكد على حاجة، هرمون الحمل نفسه بيثبت انتاج اللبن، دي ميزة من مميزات ان البقرة تعشر. الميزة التانية لما البقرة بتعشر، انا عايز اكد لك حاجة، ان معظم اللبن اللي بتجيبه البقرة او الجاموسة ده بيصرف على البقرة او على الجاموسة، لكن الربح الحقيقي للمربي بيجي من العجل اللي وراه. فمهم جدا يا جماعة اللي عنده بقرة حلاب بتجيب لبن كويس، او جاموسة بتجيب لبن كويس، مهم جدا ان ياخد منه، وبالذات الجاموس يا جماعه، لان الجاموس ده ثروه قوميه كبيره جدا. فلما حضرتك تاخد جاموسه حلاب بتجيب لبن كويس تاخدها تطلعها في اللحم، فانت بتضر نفسك وبتضر حتى الاقتصاد القومي بتاعك. فمهم جدا انك عندك بقره حلاب او جاموسه حلاب بتجيب لبن كويس انك تاخد منها سلالة، الله لو كانت نتاية طبعا، وتحافظ على السلالة عندك، لأن مكسبك الحقيقي مش في إنتاج اللبن، مكسبك الحقيقي في العجل اللي ورا البقرة أو ورا الجاموسة. لو البقرة ما عشرتش واتأخرت في العشر، ده لبن هيقل، لأن زي ما أنا أكدت ليك إن هرمون الحمل نفسه بيحافظ على يساعد إن البقرة أو الجاموسة تثبت في إنتاج اللبن. فمهم جدا يا جماعة ان احنا البقرة او الجاموسة بتولد بعد شهرين، ان احنا بنبدأ نشوف موضوع العشر بتاعها او اتأخرت ليه، بنبدأ نتصل بالطبيب يبدأ نشوف ايه المشكلة ونبدأ نحلها. لكن ان احنا نسيب البقرة او الجاموسة من غير عشر ده بتبقى خسارة فادحة. ان شاء الله انا بعمل لكم فيديوهات الفترة الجاية عن موضوع العشر في الابقار والجاموس، والنصيحة اللي بديها لك النهاردة اوعى تنساها، اي بقرة عندك او جاموسة بتربيها وفيها لبن لازم تاخد منها سلالة، لازم تستفاد من اللي وراها، لان ده هو مكسبك الحقيقي. اللبن كل اللي انت مهما كانت كمية اللبن اللي بتجيبها فهي بتغطي مصاريفها ومصاريف العمالة ومصاريف اليومية، ولكن ما ربحك الحقيقي في العاجل اللي وراها. انا بشكركم يا جماعة، اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للقناة، واي استفسار عندك سيبه لنا تحت في كومنت، وانا ان شاء الله بنرد عليك، وفي بعض الاحيان احنا ممكن نعمل حلقة مخصوص عن الاستفسارات بتاعتكم. انا بشكركم وان شاء الله بشوفكم في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.